ينصح الأطباء بأهمية وضع نظام غذائي محدد، مؤكدين أن ذلك يستلزم تنظيم مواعيد الوجبات الثلاثة اليومية. ويرى الأطباء ضرورة أن تحتوي الوجبات على كميات معتدلة ومتوازنة من جميع العناصر الغذائية، وذلك للوقاية من الآثار التي يسببها التحول المفاجئ من الصيام إلى الإفطار على الجهاز الهضمي وأمراض الكبد. ويعد اتباع نظام غذائي سليم بعد الشهر الفضيل يساعد على تلافي السمنة التي قد تصيب الكثيرين، حيث ينصح الأطباء بضرورة التحول التدريجي من وجبات رمضان إلى وجبات العيد وما بعد ذلك. أما بالنسبة لمرضى الكبد، يشدد بعض الأطباء على ضرورة عدم تناول أكثر من كعكة يوميا على أن تكون بعد إفطار خفيف وليست على معدة خوية، حتى لا تزيد الحموضة، مع أهمية تناول الفواكه والخضروات والإكثار من شرب المياه. هذا وتعد المعدة هي بوابة المناعة في الجسم، وأن بعد صيام شهر كامل يجب العناية والرفق بها لكي يتجنب الإنسان الكثير من الأمراض. ويشير الأطباء إلى أن الجهاز الهضمي يتسبب في قلة مناعة الجسم، حيث تحرم سوء التغذية الجهاز المناعي من العناصر الغذائية الضرورية له، ويؤدي عسر الهضم إلى عدم استفادة الجسم من المواد الغذائية المهمة على الرغم من تواجدها في الأمعاء، ويقلل من فرص تحلل الغذاء وامتصاصه والاستفادة منها. أهلا بكم من جديد، وبنعيد ترحيب بضيفنا الدكتور ياسر سعيد استشاري الأمراض البطنة. يا دكتور ياسر، زي ما تابعنا في التقرير، يعني هل كان النظام في رمضان بيكسبنا عادات كويسة لينا والجهاز الهضمي ممكن نحافظ عليها بعده، والإرباك اللي بيحصل للجهاز الهضمي بعد رمضان ازاي ممكن ان احنا نتلافاه؟ الأول كل سنة وانتم طيبين طبعا، وعيد سعيد عليكم وعلى المشاهدين. طبعا احنا كنا ماشيين في رمضان بسيستم معين، السيستم ده كان يعني كل حاجة أو كل جهاز من الأجهزة بدأ ياخد على الجو بتاع الصيام، اللي حتى في بعض الأمراض زي أمراض الضغط اللي كان بياخد قرصين ضغط بقى ياخد قرص واحد، الدنيا كانت منتظمة شوية. كان رمضان نفسه مناسبة لبعض أمراض زي مرض السكر من النوع التاني، إن المرضى فيه ينتظموا، يمكن حتى في بعض المرضى بينتظموا بدون علاج. طيب ايه، رمضان خلص فهتبدا الدنيا تتغير. الامراض المختلفه سواء كان ضغط او سكر او كبد او امراض الجهاز الهضمي كلها بتتاثر في العيد. لان احنا بنحصل بقى ان احنا بنغير النمط. في ناس طالعين من رمضان بخسائر فظيعه او مكاسب، بس في هيئه خسائر الوزن يعني. هو لا، الغالبيه خسائر. لان احنا حتى لما بنيجي نعمل دايت بنقول ان المريض ده يجب انه ياخد 5 أو 6 مرات، ياكل 6 مرات بحيث ان نسبة الحرق تزيد، وياكل وجبات ما فيهاش سعرات حرارية كتير. في رمضان ما بيحصلش كده، في رمضان احنا بنركز قوي على وجبة او وجبتين، فبالتالي الحرق واقف طول الوقت. بيكون الوقت عرض متوسط. فانا بقول ان في ناس كتير قوي من رمضان بتطلع وزنها زايد. صحيح. على الرغم من انه كان صايم. تمام. هنرجع بنقول ان النمط الغذائي اللي اتغير بعد رمضان هنقسمها كده مع كل مرض من الامراض. احنا قلنا مريض الضغط في الاول ما بعد رمضان ايه اللي حصل له؟ هو كان قلل جرعات الراس اللي بياخدها، فبالتالي لما بيجي رمضان هيبدا يخش في النمط الغذائي العادي. مشكلتنا ان احنا بنهجم على المأكولات اللي هي دسمه جدا، والكحك والبتفور والقريبه والحاجات ديت، ففيها نسبة دهون عالية جدا، فيها نسبة سعرات حرارية عالية جدا. قبل ما نتكلم حتى دكتور، معلش عايز اعرف النظام المعدة بتاعتنا، هل اتعودت خلال شهر رمضان على نمط معين وبتتفاجأ بعد رمضان بالتغير في العادات، ان انا مثلا في نص اليوم العصر انا هيبقى في اكل داخل المعدة دلوقتي، هل في وقت بتاخده المعدة عشان ترجع تاني للنظام الغذائي اللي كان متعود عليه قبل رمضان، ولا الموضوع ماشي كده يعني؟ لا لا لا، هو في نمط الجسم الانسان بيتعود عليه، هو بيتاقلم على حاجه معينه اثناء شهر رمضان، هو اتعود خلاص. في البدايه بنلاقي نفسنا في بدايه الصيام بنتعب شويه، وشويه تقلصات وبتاع، وعلى ما نيجي العصر او قبل المغرب تعبانين جدا، لحد ما النمط ده الجسم بياخد عليه. بيحصل بقى في العيد العكس تماما. المعده بدات تاخد على نظام معين من التغذيه وطريقه الاكل، بتفاجئ بان انت بتديها تقوم الصبح تديها كحك وتديها مش عارف ايه وايه وايه،
لم تتدرج انت في، لذلك الناس كتير اول ما بنيجي نقول لها في اول يوم العيد تلاقيهم الناس اللي طبعا خبراتهم كبيره في موضوع التغذيه والكلام ده يقول لك احنا ما ناكلش مره واحده الصبح. حاجه العيد كلها حاجات دسمه باستثناء البسكوت، ممكن يكون يعني كونه من سكر ومن دقيق وحاجات كده بس، فما فيهوش نسبه دهون عاليه فما بتتعبش، فبناخد حاجه بسيطه الصبح. يقول لك انا مش هاكل غير الساعه 5 او هاخد زبادي او حاجات فيها الياف زي الخيار والكابوتشا والخس والكلام ده كله. ده شيء جيد جدا عشان المعده نفسها تبدا تتدرج في تلقي العلاج، في تلقي الاكل زي ما كانت بتاخده قبل رمضان. المريض بتاع السكر، احنا قلنا مريض السكر اللي هو من النوع الثاني ده كان يفيده قوي رمضان في الصيام. هو دلوقتي هيفطر فبرضه لابد انه يقسم وجباته عشان مستوى السكر فيه ينتظم. ياكل من 3 لـ4 وجبات بشكل انه كل 6 ساعات ياخد وجبه كده خفيفه. طيب لما اجي برضه ما ينفعش كمرحله انتقاليه ولا يبقى ده نظامه عامه؟ هو هيبقى نظامه عاده بس كمرحله انتقاليه يبدا يقسم وجباته لما يجي العيد. مريض الكبد مثلا، مريض الكبد اللي كان من النوع الكبد درجات زي ما احنا عارفين او مراحل من الكبد. طيب بالذات هنقول لمرضى فيروس سي، الحالات البسيطه والمتوسطه كانوا يصوموا عادي، ما كانش عندهم مشكله في الصيام، لكن هو مفروض ياخد اكل على مدار كل 4 أو 5 ساعات وجبه فيها حاجات مضاده للاكسده. كويس، فهو بالتالي لما يجي العيد يجي عليه المفروض ياخد برضه وجبات بشكل منتظم ما بين ساعات من 4 لـ5 ساعات زي ما احنا قلنا. فبالتالي لو هو هجم بالاكل بتاعه في العيد هيتعب. فاحنا لابد ان احنا نقسم المرضى نفسهم. الانسان العادي هو كل الحكايه اللي هيعملها انه يبدا يتدرج بس في اول يوم. يتدرج عشان نسبه بقى الحموضه ما تزيدش، نفاجئ المعده انها تبدا تفرز حامض بشكل كتير قوي عشان تقابل الاكل اللي جاي. خطوره كحك العيد يا دكتور، يعني خطوره كحك العيد بالذات على المرضى اللي عندهم ضغط عندهم سكر ممكن ما يكونش واخد باله من الموضوع خطورته، هل فعلا ممكن نسبه معينه بتؤدي لزياده الكوليسترول؟ ايه المشكله اللي ممكن تعملها لو في افراط في التعامل مع كحك العيد؟ هو انا عايزين نقول بس ان العيد ده مش اختراع، العيد ده بقاله 1500 سنه بيتعمل كويس، فما هوش اختراع يعني. لا فاذا انا بس عشان ما نخوفش الناس ونخليهم يعني يستمتعوا بالعيد الى حد ما، الاعتدال كويس، يعني انك حضرتك هتاكل المأكولات دي كلها ماشي، بس احنا عارفين مريض الضغط ده لو كان مرتبط بارتفاع نسبه الدهون في الدم، فاذا الكحك والحاجات دي لو كان حتى معمول بزبده وحاجات زي كده فنسبه الدهون فيه عاليه جدا، فبنفضل ان احنا نقلل الاقل يعني بشكل جاي يعني بشكل بسيط ياخد حاجات بسيطه. طيب في التصنيع نفسه لو كنا نقدر نعمله بزيوت كان يبقى افضل عشان نسبه الدهون يبقى افضل طبعا من ال بس هو ده مش بيحصل خاصه الناس بقوا يشتروا على طول جاهز، ما بقاش حتى بقى في عمال البيوت دي فصعب ان احنا عندنا مشكله ثانيه ممكن تواجهنا بعد كده اللي هو تشحم الكبد. تشحم الكبد يعني الكبد الدهني للاسف عايز ناخد حاجات بسيطه، عايز ناخد حاجات ما فيهاش دهون كتير. كل حاجه تلاقيت فيها دهون فاقوم انا واخد ايه بقى كميات من المأكولات دي بسيطه جدا، يعني حاجات بسيطه طبقين مثلا كحكايه. عايزين نقول ان الكحكايه الواحده فيها اللي هي كانت محشيه من 350 ل 250 ل 350 سعر تعادل رغيف عيش كبير. الكحكايه الواحده فحضرتك شوف انت بقى بس تخصص ده يوم واحد ومعلش وكده متهيألي هي لسه ايه ده يعني ولا ايه؟ هو احنا مش عايزين نقفل على الناس قوي يعني هو مش بيقفلوا على نفسهم حتى لو احنا قفلنا عليهم. طب واحنا بنتكلم بقى على الشخص الصحيح، لو حد انه اغلب الناس عندهم سكر وضغط يعني، بس يعني لو حد بنتكلم في موضوع الوزن والحرق وكذا، اصلا فكره الوجبات كنت بتتكلم عليها شويه، المريض السكر ان هو بيقسم وجباته على فترات كذا، الصحيح اصلا في العموم بقى يعني فكرة التثبيت اصلا مواعيد الوجبات ده شيء يعني بينصح بيه يعني كمل بالظبط يعني هو فطار غدا عشاء يبقى ليه مواعيد محددة ولا تقسيم الوجبات مثلا كل ساعتين فاكهة كذا كذا ده اللي عايز يحافظ او يخسر بعض الوزن؟
يعني احنا بنتكلم في قصه حد عايز يقلل وزنه يقلل وزنه حد طلعت يعني زاد شويه في رمضان فعايز يزيد اكتر من كده وعايز يقلل. اللي عايز يقلل وزنه هناكله من 4 لـ5 وجبات خلاص، والوجبات دي يكون فيها سعرات حراريه منخفضه جدا. يعني حضرتك انا مثلا في 3 وجبات اساسيه وبينهم وجبتين، لو انا قلت وجبه مثلا عباره عن رغيف سن صغير، قطعه جبنه قريش كبيره، خيارتين مثلا، دي وجبه على فكره لكن ما فيهاش كالوريز، ما فيهاش سعرات، تعمل ايه؟ تزود الحرق، تدي احساس بالشبع، ما تتخنش وتخسس على مع الحركه ومع ان انا بعمل اي حاجه. وهكذا بقى ممكن احط وجبات اللي هي المساعده دي ما بين الوجبات، منها هتزود نسبه الحرق جدا، هتقلل لي الويت جين او زياده الوزن كويس، فهتبقى نفسها هي كوجبه اكلت وخسيت. يعني هي دي مهمه. اصل دايما في مفهوم ان انا مش هاكل عشان اخس. لا، انت مش هتاكلي هيقوم الجسم كله عامل ايه بقى، موقف موضوع الحرق ده. مع اي اكل هتاكليه بعد كده هيبدا يستفيد منه كله ويمتصه كله. انت عارفه اكتر ناس تتخن اللي بياكلوا وجبه واحده في اليوم. يقول لك انا طول اليوم ما باكلش بس باكل وجبه، ويقول لك بقى واكل وجبه صح. صح يعني طول النهار انا ما اكلتش، فانا اكلت يوم قعدت، ده تلاقيه اكتر حد يزيد في الوزن. صحيح. الواحد هياخد وقت قد ايه يا دكتور عشان يرجع للنظام الغذائي بتاعه قبل رمضان؟ هو مفترض بياخد من يوم ليومين، اللي هم اول وتاني يوم العيد. معظم الناس لما بتهجم على الاكل بالنهار والعادات المصريه بتاعتنا، ولازم تاخد، اذا رحت ازور حضرتك الصبح وما اخدتش يبقى ما يصحش. فالكلام ده كله المعده بتبدا تفرز حمض الهيدروكلوريك والاحماض المعديه اللي هي بتاعه الهضم دي بشكل كتير قوي، عشان انت موضوع الاكل في دماغك على كل حته بقى، ما انت كنت صايم عايز تاكل وتشرب وبتاع، فمبقاش في انتظام في افراز الحمض المعدي اللي هيهضم، فتلاقي كل الناس او معظمهم بيشتكي من حموضه المعده. صح. وانه عنده القولون تعبان، وانه عنده شبه ارتجاع للحمض المعدي. فكل ده الناس اللي خدوا على النمط ده يقول لك انا بتدرج باكل حاجات خفيفه لحد ما اعدي اليوم ده. يحصل ان الجسم ينتظم بعد كده على الافراز بتاع الحمض المعدي على قد الوجبات او على النمط اللي كان بعد اللي كان قبل رمضان. صحيح. صحيح يا دكتور، الواحد تعرف حضرتك بيبقى فيه 6 بيض بعد الشهر رمضان وكده، صحيح ان الواحد يبتدي فيهم بعد العيد على طول، ولا يخليهم ايام متفاوته كده، يوم في الاسبوع، يومين في الاسبوع؟ هو يعني احسن حاجه انه يبدا على طول من تاني يوم العيد. لان هنعتبر ان هو تعب او سافر في يوم من ايام رمضان وفرتر يوم وكمل، فعشان الدنيا ما تتلخبطش يا ريت هنفوت يوم العيد الاولاني ومن تاني يوم العيد عايزين يعني يكملوا بقى كانه صام الظهر زي الحديث ما بيقول، يكمل من تاني يوم ده بالنسبه له هيبقى اسهل، يكون لسه جسمه مهيئ بنفس نظامه، هيبقى اسهل. الناس اللي بتصوم ممكن نلاقي عندها برضو هيصوم يوم ويقعد اسبوع ويصوم يوم، مش هتلاقيه منتظم زي اللي يكمل الست ايام من تاني يوم. هيدربك المعده برضو، هيدربك نفس القصه هتحصل معاه بس بشكل ابسط شويه. طب احنا في العموم يمكن يا دكتور عندنا مشاكل، يعني دعنا نعترف، يعني عندنا مشاكل في يعني في معلوماتنا الغذائيه وعاداتنا الغذائيه، تتفق او تختلف معايا اصلا في الاول؟ لا لا متفق طبعا، عندنا مشاكل. طب تغششنا كده، يعني في دايما يعني بس في وعي، بس وعي بس بالكلام يمكن مش في التنفيذ، انه مهم قوي الانتي اوكسيدنتس او مضادات الاكسده، الاوميجا 3، ايه اهم العناصر لازم تكون موجوده فعلا، خاصه في يعني عند الـ مش الاطفال بس في مرحله التكوين، ولازم تكون موجوده عند في زماننا ده، واحنا يعني التوتر والتعب وكذا لازم يبقى ده مقويات دايما، وايه مصادرها الطبيعيه؟ يعني ايه الاكل اللي عندنا العادي يبقى ده مثلا ده انتي اوكسيدنت، ده فيه اوميجا 3 بس احنا مش عارفين انه ايه فايدته. يعني احنا لو حبينا نقول الموضوع ده هنجيب كتب ونقعد نكتب العناصر كذا، هنقول حاجه ابسط بكتير قوي من الكلام ده كله. احنا هنمشي زي ما قلنا في حلقات كتير قبل كده بالالوان، نخلي بالالوان ايه حكايه الالوان دي بقى؟ نخلي المائده بتاعتنا فيها كل الالوان. لو خلينا المائده بتاعتنا فيها كل الالوان بتاع الاطعمه، الالوان بمعنى الالوان على فكره،
يعني لون اخضر ولون احمر ولون اصفر ولون ابيض، هنلاقينا خدنا عناصر، هنلاقي نفسنا خدنا كل احتياجات الجسم، وده شيء مهم. والصين بيعملوا كده. في الصين خلاص صحتهم كويسه في الصين؟ طبعا بتلاقيهم يعني معمرين وناس بيقعدوا كده يعني حاجات من العمر غريبه يعني. طيب المثال المواد الاكسده هنلاقي في الحاجات الخضراء كلها، انا لو اي حاجه خضراء عليها ليمون دي مضادات الاكسده. اي حاجه خضراء يعني جرجير، اي حاجه هنتكلم بقى لون اخضر. خلاص يبقى انا محتاج اللون الاخضر المتمثل في المنتجات اللي هي كلها لونها اخضر وعليها ليمون. دي مضادات اكسده، وزي ما بتنباع بقى في المحلات وانتي اوكسيدانت وبتاع، هي نفس القصه دي بالظبط. كويس. الحاجه الثانيه عايز حاجات الكاروتين مثلا، كل حاجه لونها اصفر. الكاروتين هو بيعمل ايه؟ بشره وفيتامين ايه ومش عارف ايه، وفي النظر والجزر ويقوي النظر والحاجات دي هنلاقيها في الجزر. وايه اللي بقوله؟ احنا عندنا بعض المعلومات بس مش بنعرف نترجمها اللي يبقى جزء من نظامنا فعلا. ما انا بقول لحضرتك الحل ان احنا نعمل ايه؟ الالوان. بدل ما هنقعد نكتب ونتعب. ست البيت او راجل البيت اي حد بقى بيشتري مش عارفين بقى فهيشتري، وهو بيشتري كل الالوان، هو بيشتري الحاجات بتاعت البيت كل الالوان. انا عندي اللون الابيض الجبنه فيها ابيض، عندي في اللون الابيض الزبادي، عندي في اللون الابيض هندخل العيش والنشويات في اللون الابيض. كويس. عندي اللون الاخضر زي ما احنا قلنا الخضروات. عندي اللون الاصفر هيبقى البطاطا، وهيبقى الجزر الاصفر، وهيبقى كل ما والبرتقال والحاجات ده. اللون الاحمر الطماطم والفراوله. خدتي بال حضرتك من النمط ده؟ انا مش قطعت حضرتك في الكاروتين ما كملناهوش. ما انا بقول اهو، ما انا بقول الحاجات الالوان دي بتمثل ايه بقى؟ بتمثل كل العناصر الغذائيه. طب انا اقلل من ايه في اكلي؟ كل ما قللت منه كل بقت صحتي كويسه. الدهون. الدهون دي والبروتين. البروتين انا ببساطه شديده من جرام لجرام ونص لكل كيلو. ده في اليوم. يعني انا 80 كيلو يبقى هاخد من 80 ل 120 جرام بروتين في التوتال بتاعي. طب اعرفهم ازاي؟ يعني ان شاء الله يعني. من كتر التكرار على ان انا نسبه البروتين في الاكل، يعني انا قلنا مثلا لو كيلو لحمه اتقطع 10 حتت اصبحت الحته الواحده 100 جرام. الحته الواحده يعني الجزار قطعه 10 حتت، يبقى انا الحته بتمثل 100 جرام. بقيه احتياجاتي هلاقي داخل بروتين بقى في اللبن وفي الزبادي، حاجات بسيطه. اذا انا خدت المعدلات مش هشتكي بقى من حمض البوليك لما ارتفع ورجلي توجعني والنقرس. مش هقعد فاهمين ان الصحه في ان انا اكل بروتين كتير. لا بالعكس، في بره كلهم عندهم سرطان القولون اكتر من مصر. لانهم بياكلوا لحوم كتير. يعني في الدول الاوروبيه بياكلوا لحوم كتير فعندهم نسبه السرطان اعلى. بالذات سرطان القولون. خدت بقى حضرتك؟ برضو اما اجي اشوف الانماط الغذائيه في بعد شويه هعرف. انا بس قبل الانماط الغذائيه، مفيش حاجه اسمها في العناصر اللي هنتكلم عنها، مفيش حاجه اسمها ان انا الغي عنصر من اكلي، مثلا اقول هبعد عن النشويات مثلا عشان اخس مثلا. لا. يعني لازم النسب، ولا ممكن ان انا حاجه بتستعيد عن حاجه ثانيه؟ هو انا عايز اعمل ايه؟ انا بتكلم في حد عايش يعيش نمط حياتي كويس. يعني ايه منتظم. فهياخد من كل العناصر. صحيح. لكن انا عندي بقى امتى اشيل القاعده دي؟ في الاطفال والشباب الصغيرين. اللي هم سن المراهقه ده ما عندوش حدود، يلخبط زي ما هو عايز. لان هو في حاله بناء، ما عندوش اي مشكله خالص. لا اقول له بقى ما تاكلش ايس كريم ولا ما تاكلش مش عارف ايه، ياكل زي ما هو عايز. بس البدانه. لكن احنا ايوه ما هو هنشوف بقى في وقت من الاوقات لو هو تعدى بقى الوزن هبدا انا فعلا اقلل من السكريات والنشويات والدهون. بس بنتكلم عن الشخص الطبيعي. هيبقى ضروره هنا في الحاله دي. لان هو قاعد ما بيتحركش وبقى عنده بدانه. انا بتكلم علينا احنا. اللي احنا خلاص وصلنا للايديال ويت او الوزن ثابت. لازم ناخد من كل العناصر، لابد ان احنا ناخد من كل العناصر الغذائيه. حتى مريض السكر لابد ان ياخد نسبه سكر. وهو مريض سكر عشان في احتياجات للجسم مع العلاج بتاعه. لكن امتى كل بقى كل واحد هيبقى له نمط. انا عندي دهون زايده، انا عندي سكر، انا عندي ضغط، انا عندي كبد، انا عندي كذا كذا، على حسب اللي انا عندي هبدا احط نمط غذائي المناسب ليا. بس بلاحظ يا دكتور ان في ناس كتير اما بيبقوا داخلين مثلا على عمليه انقاص وزن بعد رمضان بالاخص،
ان هو فعلا لما بيقلل من الرز من المكرونه الكلام ده بيفرق معاه في موضوع الوزن دوت يعني. ايوه ما هو انت النهارده لما بتقلل في الحاجات دي ما هي ديت النشويات والسكريات ديت بتمثل كالوريز عاليه والدهون. انت لما بتقلل قللت المحتوى ده فبيبدا الجسم ما قداموش غير انه يكسر في الدهون بتاعته المتخزنه في الكبد وفي الخلايا فبيبدا يخس. لكن وانت لما تيجي تخس بقى تحط في دماغك انك انت ما تخسش بشكل عنيف لانك لو نزلت بشكل عنيف اولا في ممكن مضر تحصل للجسم لان الدهون ديت لها وظيفه برضو الاعضاء الحيويه للجسم بتبقى مسنوده بيها وبتاع فلما اجي انزل اتدرج في النزول لاني لو نزلت مره واحده هزيد اكتر من اللي نزلته بعد كده. ما هو احنا اصل احنا بنبدا كده ايه متحمسين قوي بعد شويه تلاقي الدنيا اتغيرت معانا فبالتالي نلاقي نفسنا نزيد اكتر. لكن لا زي العباده كده لو انت بدات تتدرج في العباده غير ان واحد يجتهد قوي 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 بعدين يقطع. لا لو تدرجت او لو عملت يعني فعل داومت عليه ولو قليل احسن كتير جدا من عملت طاعات كتير قوي في يوم وسكت. حضرتك الشخص العادي اللي هو ممكن اتعود على وهو اتعود نفسيا يرتاح وتعود جسمه على النمط الغذائي بتاع شهر رمضان ان هو ياكل وجبه صبح وجبه على المغرب، هل حضرتك تنصحه ان هو ممكن لو هو اتعود على كده وارتاح على كده يستمر على الوضع دوت ولا لازم يرجع يكسر اليوم بوجبه في نص اليوم؟ هو هنبدا نشوف ده. هو لو اتعود على كده اوكي اتعود هو مرتاح حاسس لازم ياخد سناكس او حاجات وجبات صغيره في النص لازم لان هو لو النمط ده ماشي هو هيبقى مرتاح في كده. ممكن سوائل مثلا في نص هو محتاج يرتاح على الوضع دوت حاجات الميه احنا زي ما قلنا بقى الحاجات اللي ما فيهاش كالوريز اللي ما فيهاش نسبه سكريات عاليه ونشويات عاليه هياخد فواكه هياخد خضروات وهكذا ما يخجلش انه ياخد معاه شغله او عمله بعض الحاجات اللي كده عشان انسجه الجسم وخلايا تبقى دايما في حاله نشاط ويبقى هو بشرته برضو على فكره الجسم مرتبط بالفواكه والفيتامينات اللي بتاخدها ديت فيها حاجات مهمه لبشره الجسم ودي مهمه برضو في النشاط بتاعه سواء كان نشاط جسدي او نشاط ذهني. تمام. طيب يعني احنا واضح يعني انه قبل وقتنا يخلص يعني زي ما دايما سؤال تقليدي بس المهم وانا شخصيا عايزاه عشان انا هلتزم بيه يعني روشته لا صح يعني روشته للنظام حتى واحد مش عايز يخس يعني ايه الواحد المفروض يبعد عنه يعني ايه اللي شايفه في عاداتنا الغذائيه مسيطر علينا قوي غير ان احنا ما نشربش ميه اللي دايما دي بتتقال يعني اهميه الميه مثلا اللي احنا مهتمين بيها ولا لا وايه فعلا عادات غذائيه شايف انها لصيقه بينا قوي وده اللي بيسبب بقى الامراض بعد كده فتنصح ان احنا نبعد عنه. كل مصر مش يعني الدنيا كلها هتتكلم عن دهون الكبد كل ما واحد يروح يعمل سونار ويعمل بتاع يقول له معلش عندك شويه دهون على الكبد والشعب المصري عنده كله دهون على الكبد. النمط الغذائي بتاعنا كل الناس هتتكلم عن الموضوع ده في السنين اللي جايه يعني احنا هنخلص خلال سنتين لخمس سنين من موضوع فيروس سي مثلا ان شاء الله يعني مصر هتلاقي خليه في خلال من سنتين لخمس سنين كلنا هنتكلم عن ايه بقى عن تدهن او تشحم الكبد من ايه من الانماط الغذائيه بتاعتنا. احنا عايزين الاكل المركب اللي احنا متعودين عليه والمطاعم بقى هتزعل مننا وبتاع والكلام ده الاكل المركب ده نبعد عنه تماما نرجع للاكل البسيط تاني الاكل الغير معقد. احنا كل يوم بنشوف البرامج بصراحه بيعملوا حاجات تجنن واخد ده بالك الحلو على الحادق وحاجات غريبه جدا حتى في المسلسلات يجيب لك الممثل الفلاني عمال يعمل مطبخ بشكل والناس تبقى عايزه طب ما نعمل زي ده. هو الاكل المركب ده هو اللي في الاخر هيعمل لنا تشحم الكبد وهيعمل لنا دهون على الكبد. احنا عايزين نرجع بانماطنا الغذائيه للاكل البسيط جدا اللي كنا بنعمله زمان الاكل غير مركب خلاص في اللحوم اخد المشويات او المسلوق او الحاجات اللي هي المشويات يعني احسن حاجه لانك بتتخلص من نسبه الدهون وحتى هي فطريه كمان حاجه فطريه يعني زمان كانوا بيعملوا ما هو كده الخليقه اول ما جت هتلاقي حاجه فطريه. نرجع للحاجات لو قدرنا ناخد اسماك ومنتجات والحاجات اللي زي الاسماك دي على فكره كلها دي احسن حاجه للجسم واحنا في مصر عندنا شواطئ قد ايه صحيح. ونعاني نقص في الثروه السمكيه للاسف يعني تخيلي كده نصيبنا للفرد قليل جدا احسن حاجه لصحه الانسان
وفي ناس بيقسموا الاسبوع مثلا يومين لحوم يومين سمك يوم خضار فقط يوم يعني في كده. لو قدرنا ندي السمك ده اكتر ايام يبقى هنبقى احسن صحه. صحيح احسن صحه لانه خالي من الدهون تماما يعني. تمام. الدكتور ياسر سعيد استشاري امراض البطنه، شرفتنا دكتور. كل سنه وحضرتك طيبين. مستمرين معاك.